السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما قد مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم افضل تطبيق لاجراء مكالمات فيديو عشوائيه حول العالم، وهذا التطبيق جدا مفيد خاصه اذا تريد تتعرف او تتعلم اللغه، تتعرف على بنات اولاد، وتطبيق جدا غني عن التعريف. طبعا في 12 تطبيقات مشابه لهذا التطبيق اللي راح اشرحها، كل الروابط التطبيقات راح بتحصل في الديسكريبشن وايضا هذا التطبيق. اوكي، انا راح اشرح هذا التطبيق لاني عجبني. فتفتح التطبيق، تعطي صلاحية الوصول، الحين اضغط على تسجيل دخول عن طريق ابل اي دي او فيسبوك وغيره. فانا اختار ابل اي دي، راح اضغط عليها، راح احط الرمز. طبعا راح احط الرمز وارجع لك. اوكي، بعد ما حطيت حسابي في ابل اي دي او اي كلود، اضغط على تسجيل الدخول حتى يتم تسجيل الدخول واستمتاع بالتطبيق لاجراء مكالمات فيديو حول العالم، وجدا رهيب. طبعا راح لين ما يكتمل تسجيل الدخول راجع لكم. اوكي، بعد ما تسجل دخول مثل ما تشوفون تروح على هذا الخيار الفيديو هني، واضغط على صلاحية الوصول، اضغط على هلو. الحين مباشرة راح يفتح لك الكاميرا. اوكي، حتى تجري مكالمة هني لازم هني بالاعدادات تقدر تختار اللغة وغيرها من الاشياء. اوكي، راح تنتظر هني بس يفتح هذا الشيء وارجع لك. اوكي، مباشرة فتح لي مثل ما تشوفون هني، راح يحدد بلدك، تقدر تختار البلد اللي تريده وتجري مكالمة مثلا في اي بلد تريد، ايران، امريكا، كل البلدان موجودة تقريبا. اوكي، الحين تختار البلد وتضغط على هذا الزر حتى تجري مكالمة فيديو حول العالم. بامكانك انك تجري مكالمات حول العالم مثل ما تشوفون، راح تنتظر لين ما يتصل. طبعا الانترنت عندي ضعيف، فبهذه الطريقة الناس ما يشوفون راح تجري مكالمة مع الفيديو للبلد اللي اخترته. هني راح تقدر تغير، يعني فتح لك هني شخص او جهة اتصال فيديو تقدر تغيره من هني، بالضغط على هذا الزر يتغير يروح الى اتصال اخر. اوكي، مثل ما تشوفون هو غير، طلع الفيديو وغير مباشرة، شافني وغير. يعني انت تغير لو تحب تتكلم مع البنات وتشوف بنت خلاص تتكلم معها. اذا تريد تتخطى الفيديو المكالمة الفيديو بالضغط على هذا الزر راح يتخطى الفيديو. طبعا الانترنت عندي ضعيف، هذا هو افضل تطبيق ميني شات للدردشة الفيديو العشوائية حول العالم، وجدا احترافي، انصح الكل تجربه. بس يا شباب طبعا الانترنت عندي ضعيف، تقدر انت تستخدم التطبيق وتستمتع في مكالمة الفيديو حول العالم مع اشخاص وتتعرف وتغيير تعلم اللغة الانجليزية والتعرف على الشباب والاولاد. وبس يا شباب هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. طبعا الانترنت عندي وايد ضعيف لان هذا بسبب تأخر المكالمة في الجهاز. وبس يا شباب هذا هو المقطع، مع السلامة.